اعتبره نعود لمتابعة هذه الحلقة مع نقيب الصحفي الأستاذ عوني الكعكي. إذا بموضوع الانتخابات، بعد يعني تقريبا 27 يوم ستفتح صناديق الاقتراع، الحملات الانتخابية مثل ما قالت اليوم رئيسية النهار تزداد حدة، سجلات عنيفة تنفجر آخرها بين نائب جنبلاط والنائب إرسلان، السجلات بين حزب الله وتيار المستقبل بعد كلمة الأمين العام للحزب. يعني هل بداية هل بتتوقع أنه هالمرحلة تمر بأقل الأضرار مقارنة مع حدة الخطابات السياسية؟ بتمنى بس ما بعرف شو النتائج. في خوف على الوضع الأمني يعني من اليوم وحتى موعد الانتخابات؟ بتصور يعني ما حدا له مصلحة يلعب بالوضع الأمني، لأنه بيعرف الوضع الأمني إذا فلت على الكل بيكون بيدفع الثمن، مش واحد أو اثنين. يعني ما رح يكون بس اللي عمل المشكلة إنه هذا هو رح يدفع الثمن، يدفع الثمن البلد. والكل الكبار مدركين إنه اللعب بالأمن غير ما في حدا له مصلحة فيه. عدوات اليوم من بعد 6 أيار تنتهي، يعني ب7 أيار نحن أمام يوم جديد، لأنه عم توصل الخطابات لحدود بتفتكر أنه ما ممكن تتخطاها بعد أكثر سوءا. هيدي طبيعة الانتخابات بالبلاد الحرة، هاي الطبيعة طبيعية، يعني مش غريب أو جديد. نعم، ولكن حتى عم نشوف هذا الأمر على صدر الصفحات الأولى بالصحف، يعني بلجهة استعمال تعابير نابية أو يعني كمان يعني فيما لم تبلغه قبل حتى الصحف بتناولها للموضوع الانتخابي. بصفي بصير في بيتعلموا على الشتائم، هي التدريب صفة بيجدوها بشكل أفضل. ما في دور للنقابة بضبط الخطاب شوي يعني للمساهمة في تبريد الأجواء؟ في تمني ولكن ما حدا بيرد على حدا. ما في قرارات تؤخذ. مش قصة قرار، النقابة ليست سلطة تنفيذية، يعني أنا ما فيني حاسب. نعم. أو حاكم، أنا فيني أتمنى على المؤسسات أنه نضلنا ملتزمين بأخلاقية المهني. حضرتك عم بتشوف الأعداد الصحف اللي عم تصدر، قديش بتشوفها قريبة من الموضوعية ومن التوازن تجاه المرشحين مثل ما بنص عليه قانون الإعلام يعني أو بند الإعلام بالقانون؟ بشكل عام مقبولة، هي طبيعية بشكل عام. هلا في محلات يمكن أنا ما وافق، بس هذه حرية الرأي بتصفي، ما فيك تجي تدخلي فيها بكلمة. نعم. حرية الرأي، انت حرية الرأي أو العامل المالي كمان؟ يا ريت، وين ما عم نشوف هالمصاري بيحكوا كثير عن العامل المالي. نعم. ما عم نشوفوا هالعامل المالي، وينه حدا؟ اذا كان في عندك حدا يخبرني وينه لنفتش عليه، وين في مصاري؟ ما شايف اذا جريده كبيره سكرت، جريده ثانيه متفائل الله يرحم صاحبها قدرت ضاينت شهرين، فوين في مال؟ لو في مال سياسي. نعم. كان في صحف كتير. لا كمان أنا قصدت بالحملات الانتخابية يعني بحق بعض المرشحين، أنه يقال أنه في خلفيات مالية، يعني يوم بتقرأ شيء تاني يوم بتقرأ العكس تماما عن نفس الشخص. هاي يعني موجودة بنظام حر. وللأسف في ناس عندها مصالح تلحق مصالحها. عنوان المعركة ببيروت اليوم، الرئيس الحريري امبارح وكل ما عم بيكون له لقاءات انتخابية عم بيقول يشكلون لوائح ضد لوائح تيار المستقبل ببيروت وغيرها، ويسأل لو كانت هاللوائح هي فعلا لمصلحة بيروت لمشكلة معهم، ولكن من يخدمون؟ عنوان المعركة شو هو ببيروت؟ ما في شك دائما مقصود الرئيس الحريري، لأن الرئيس الحريري لأول مرة بتاريخ أهل السنة جمع السنة كلها في لبنان، ولا مرة من المرات ولا زعيم من الزعماء باللبنانيين قدر عمل الكتلة النيابية الكبيرة اللي قدر عملها رئيس الحريري، مش بس من أهل السنة كمان فيها مسيحيين. هاي بتاريخ لبنان ما اجت ولا مرة، ولا حزب قدر عملها. نعم. ولا طائفة قدرت عملتها. فإذا عنوان موت الرئيس الشهيد رفيق الحريري. نعم. عمل عطى شيء جديد يجمع أهل السنة. يعني أنا بتذكر أيام صائب إسلام بيروت كانت مقسمة إلى 3 دوائر،
بدائرة المصايد اللي هي الدائرة الثالثة كانت وقتها، ما كان يقدر ياخذ الخمس نواب، هي ما كان يقدر ياخذ الخمسة، نعم كان ياخذ الثلاثة أكثر شيء. وين اليوم سعد الحريري كتلته النواب بيروت؟ هل بتشوف المعركة إذن من هذا الباب، من باب السعي لكسر هذا التمثيل الواسع لتيار المستقبل ببيروت وبسائر المناطق؟ لكن حزب الله ليه بده قانون النسبية؟ من أجل فقط يعني الأخذ من حصة رئيس الحريري، أم لإرساء مجلس نيابي بأكثرية جديدة تأخذ لبنان إلى مكان آخر كما يقال؟ اثنين مع بعضهم نفس الهدف، اثنيناتهم بيودوا على بعض. يعني في اليوم بالبلد رأيين، رأي مع سلاح رأي ضد سلاح، خلينا نخلص. نعم. ناس بدهم ولاية الفقيه، ناس بدهم يطوروا بلدهم ويتقدم. بس تحالفات الانتخابية ما ترجمت هالرأيين، يعني شفناها بكل منطقة شكل. هذا القانون الهجين اللي هو خلى مثل ما أول ما قال قايين وهابيل، يعني هذا ما خلى مثل قال الوزير مشنوق قانون خبيث. ايه خي مع خي يختلف مع خي، خذي الصوت التفضيلي. يعني انا القانون هذا ما عم بفهم شغلتين اساسيتين. البند الاول، يعني انا اليوم وقت الديمقراطيه بتقول بتنقي انت النواب اللي بدك اياهم. نعم. طب كيف بتنقي النواب اللي بدك اياهم وقت تجبر انت بلائحه؟ لائحه كامله معناتها انت عم تجبرني بالراي، ما في وين الديمقراطيه في؟ هاي وحده صوت التفضيلي، هاي وحده، لا ما في صوت تفضيلي. بيجي البند الثاني بيروت الثاني اللي هي 11 نائب. نعم. طب انا بدي نقي واحد ولا 10 الباقيين مين بدي نقيهم؟ خط صوت تفضيلي، معك حق، بس وال 11 الباقيين كل مثل كانه ارثوذكسي مقنع ما بدي، ما بدي استعمل كل واحد بنتخب ولاد طايفته، ما بدي استعمل اي، مش بس طايفته يا اختي، حتى هون ضد الطائفي هو، يعني انه ما عم بفهم الصوت التفضيلي. انا كيف بدي يكون في 11 نائب بيمثلوني ما لي حق لاختار واحد منهم؟ واحد ما هن البعض شبهوه لقانون الوان بيرسون وان فوت، اخرين قالوا ميني ارثوذكسي. منشان هيك بتفتكر رح بتكون هاي اول واخر مره بتصير الانتخابات على اساس هالقانون؟ كنت من فتره قريبه باحتفال فقعد معي مسؤول كبير فعم بتشاور انه اياه، قال لي سيكون اول عمل للمجلس الجديد هو البحث عن قانون للانتخاب. بدي ارجع هون معلش بهالمناسبه اذا بتسمحي لي، القانون الستين اللي صار كوليرا للأسف ما لح يقدروا يعملوا قد ربعه من يوم لمئة سنة، لأنه الأشخاص اللي الزعماء اللي عملوا قانون الستين هن كانوا أكثر وطنية وأكثر محبة للبنان، وكل الزعماء اللي موجودين اليوم أكثر طائفية وما بيحبوا لبنان الا بطريقه بوجهه نظرهم مثل ما هم مني بالدنيا، مش لبنان لكلنا. ما هو قال انه قانون الستين وقت اللي انوضع اتى بعد احداث ال 58 ليصلح الامور، واحداث 58 نشات بعد انتخابات كانت معاييرها قريبه كثير من تلك التي نراها اليوم، من حيث يمكن اسقاط اسماء كبيره لمصلحه اشخاص مش محسب لهم حساب. يعني ظروف اليوم بلبنان تشبه تلك الحقبه؟ هيدا السؤال كان اللي سالته اياه لفخامه الرئيس وقت كنا عنده من اسبوع او نعم. 10 ايام مجلس نقابه الصحافي. قلت له اخشى ما اخشاه يا فخامه الرئيس انه يصير فينا مثل ما صار بالقانون اللي انعمل 57 واللي ادى الى ثوره 58. انا خايفين هالقانون ياخذنا هالمره كمان الى نفس، لانه عم بشوف قدام مني قديش المخاطر تاع هذا القانون. اخشى ما اخشى انه نكون مقبلين على حرب بسببه. ان شاء الله ما نوصل لهون، بس انا بعتبر انه اكبر غلطه ارتكبتها الحكومة والمجلس النيابي في هذا العهد، بعهد ميشيل، بعهد الرئيس ميشيل عون، هو هذا القانون الهجين.
مكره أخاك لبطل، لأنه خلصت المهال وخلص صاروا أمام أعين المجتمع الدولي ما قادرين يطلعوا بلا قانون، ما هيك؟ أنا كنت بفضل أني أضلني أمشي على القانون القديم وأعمل انتخابات بدون ما مدت 4 سنين، المجلس قعد 8 سنين. نعم. وأرجع معلش أفضل أعمل بقانون القديم أفضل ما أني ما أعمل انتخابات، وهذا اللي صارنا، صفينا بدنا نقبل بأي قانون لأنه بس ما بقى فينا نمدد. لا يجوز بحث الامور، يعني الامور المصريه ما بدها تكون بهالخفه هي، لا يجوز تكون بهالخفه. بس تقول مخاطر اللي خايف منها، بتقصد مخاطر من اي نوع؟ وصول اشخاص معينين الى ندوه البرلمانيه، تطورات امنيه غير محسوبه، ماذا؟ انا لا تفتكري انه في شيء بيصير غصبا عن راي الشعب. نعم. يعني اليوم اللي الظروف اللي صارت ب 58 ما بدي نرجع نعمل نفس الظروف. نعم. هذا اللي خايفين منه، ولا حدا يستقل بحدا، مش اذا كانت هلا ظروف انه والله ما في ناس ما معها سلاح، مش معناتها انه بس السلاح هو كل شيء، الموقف هو اهم من السلاح في بعض الأحيان. بعض الناس تفتكر نقيب أنه شعارات اللي خيضت على أساسها انتخابات 2005 و2009 تفعل فعلا بالناس اليوم بالنسبة لقصة السلاح لموقع حزب الله، يعني صحيح يمكن بعلبك الهرمل هي المحل الوحيد يلي المعركة أخذ فيه هذا الطابع 8 و14، ولكن بالنفوس ما زالت الناس مكان يعني مكانة مثل ما كانت بال2009 و2005؟ ما استوقفك انت انه السيد حسن نصر الله باسبوع واحد 3 خطابات يعلن فيها انه هو بده يروح مستعد ان يطلع على علبك ويبرم عليهم ويحكي معهم مشان الانتخابات، ما استوقفتك هذه؟ لانه حزب الله يشعر بمحل معين انه هيدي خسره رخوه بعلبك الهرمل. يعني ما استوقفتك هاي؟ بس يقال انه هم الحزب اليوم بهالمنطقة تحديدا هو عدم سقوط اللواء جميل السيد وليس خرقه بمقاعد شيعية، بتوافق هالتحليل؟ وافق انه طابخ السم سيأكله. ليش بده يكون الحزب مهتم لأمر اللواء السيد أكثر من قصة خرقه بمقاعد شيعية معارضة؟ بكل بساطة أنت إذا شفتي الوحيد اللي باقي من المتهمين باغتيال الشهيد رفيق الحريري هو بعد جميل، قتلوا اللي وقع للحاج منه منون؟ لا مرشح كمان. لا عم تسأليني انا عم جاوبك. اوكي عم بعطيك رأيي، بدك رأيك. أوكي. انا ماني ضد رأيك. لا بس اذا استعرضتي من غازي كنعان الى رستم الى مغني الى ابنه لمغني الى بدر الدين، هدول كلهم الى جامع ما بقى في حدا غير جميل السيد. ولذلك انه بده نيل لجميل انه يصير في عنده نايب ليكون في عنده حصانه، لانه طلبوه هلا على المحكمه قال لهم هلا اجلوا لي اياه. من اجل في عنده حصانه مشان هيك بده نيل، وطلبوا حسب ما فهمنا انه الرئيس الاسد طلبوا من نصر الله انه يجيبوا نائب بدل النائب البعثي كانسو. يعني استغنوا عن الحزب من اجل جميل، شوفي بقى قديش مهم قصه جميل بالنسبه لهم. فلذلك هون انطلاقا من ذلك بتبين هذه القضيه شو السبب الاهتمام تاع نصر الله بانه بده يطلع على بعلبك وبده. بس مثل ما برجع بقول لك طبخ السم سياكله. حتى قيل بالروايات المتناقلة من هالمنطقة انه مش بس همهم اللواء سيد، همهم ايضا النائب اميل رحمة، انه مثل وكأن تحدي مباشر للقوات اللبنانية بمرشحة انطوان حبش، انه لو سقطوا نواب شيعة مش مشكلة، مهم ما يسقط النائب اميل رحمة. بتشوف في دقيق هالكلام؟ ما تضيع وقتك، خليكي على جميل اهين. جميل أهيان. خلينا هاي الحقيقة. خلينا ناخد بريك، بعده مباشرة منعود لنتابع حديثنا بالوقت المتبقي والقسم الثالث والأخير. لحظات ونعود.